أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله منامكم. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين المتابعين للقناة، وكمان أهلا بيكم أعزائي المشاهدين اللي بيشوفونا لسه لأول مرة. إن شاء الله النهاردة في لقائنا مع بعض هنتكلم عن رؤية جديدة وتفسيرها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى اللقاء ده هيبقى معانا رؤية الدعاء في المنام. وأهم حاجة في رؤية الدعاء في المنام إنه يكون هادي وبصوت معتدل، وبالتالي اللي يشوف رؤية في المنام إنه بيدعي عامة أي دعاء، فدي دلالة على إن الرائي أيا كان رجل أو امرأة، إنسان عابد لله يؤدي صلاته وعباداته كلها ومطيع لله سبحانه وتعالى، واللي نفسه في حاجة معينة بيلح على الله فيها وشاف رؤية في المنام إنه بيدعي لربنا سبحانه وتعالى، فدي دلالة ليه وبشرى ليه كمان إنه هيوصل للي هو عايزه، وربنا سبحانه وتعالى هيحققهوله إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، أسعد الله منامكم. وعلى العموم رؤية الدعاء في المنام دلالة على قضاء الحاجة للراهي إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب اللي يشوف رؤية في المنام إنه بيدعو الله سبحانه وتعالى وكان في ظلام شديد في المنام، فدي دلالة ليه من الله سبحانه وتعالى على نجاته من هم وغم كان بيقدر عليه حياته كلها. وبرضه إن شاف الرائي في المنام رؤية الدعاء وكان يعرف ما دعا بيه، فإن شاء الله سبحانه وتعالى دعائه اللي دعا بيه ربنا سبحانه وتعالى هيتحقق. يعني إن كان دعاء بالستر إن شاء الله ربنا هيستره، وإن كان دعاء بالرزق يبقى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه، وإن كان دعاء بالشفاء من المرض يبقى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيشفيه من المرض، وإن كان دعائه إن ربنا يرزقه بالأولاد يبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى هيرزقه بالأولاد. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله منامكم. تمام كده نقول إن إحنا نقدر نكون لمينا أكبر رؤى من رؤى الدعاء في المنام، وكده نكون وصلنا لآخر اللقاء. أشكركم على حسن متابعتكم وحسن استماعكم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.